الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافتي مرة أخرى مرة جديدة للدكتور سميح طرابيشي الاستشاري في جراحة العظام، وهو أيضا رئيس مركز الطرابيشي لجراحة العظام في دبي. هو من أهم الجراحين في مجال العظام ومفاصل الركبة الاصطناعية. سعيدة إذن أن يكون معنا لفتح هذا الملف، كيف نتعامل مع أمراض الركبة. وأيضا من الممكن أن أضيف أنه دكتور سميح الطرابيشي حاصل على 6 براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية في جراحة المفاصل، وهو أيضا لديه خبرة تمتد لأكثر من 35 عاما في جراحة المفاصل. أرحب بك دكتور سميح، شكرا على قبولك أن تساهم معنا مرة أخرى وجديدة في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية. كل التحيات لك. شكرا شكرا على الاستضافة. كالمعتاد دكتور سميح، بحاجة نحن لمعلوماتك لتجديد معلوماتنا لكي نساهم في وقاية أنفسنا من كل أمراض الركبة اليوم بشكل خاص. ياريت في البداية نعرف بمفصل الركبة. أعلم أنك في حلقات سابقة ذكرت أنه من أهم المفاصل في جسمنا، لأننا نعتمد على هذه المفاصل لكي نمشي لكي نتحرك. تفضل. حقيقة هو أهم من أهم المفاصل. أهميته تكمن في أنه نحن بدنا نمشي ونتحرك، وهالركبة هذه تتعرض لضغوط وإجهادات عالية جدا أثناء المشي العادي، وحتى وبشكل خاص أثناء الرياضة. يعني أحيانا في تقديرات أنه أنت لما بتنزل من على الدرج مثلا بيكون في ضغط على الركبة حوالي 5 أضعاف وزنك. فتصوري يعني مثلا إذا كان واحد وزنه 70 كيلو، معناته في ضغط حوالي 350 كيلو عبر الركبة. بعبارة تانية، إذا ما نتحرك ونشتغل في جهد كبير على الركبة، فهذا المفصل لازم يكون سليم حتى يتمكن من خدمة الإنسان ويتواصل بحياته الطبيعية. نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور سميح طرابيشي. طبعا نود أن نعرف، ياريت من الممكن أن نعدد بأمراض الركبة بشكل سريع قبل أن نفصل ما هي هذه الأمراض. ياريت نعدد بشكل سريع ما هي الأمراض التي تصيب الركبة. الأمراض التي تصيب الركبة لها علاقة تؤثر على ميكانيك الركبة. في أمراض بمعنى أمراض مثل ما تفضلتي، يعني مثلا أمراض الروماتيزم هي أمراض التهابية تهاجم كل المفاصل. نعم. وليس فقط الركبة. يعني نحن لما نسمع مرضى الروماتيزم فهدنا عندهم حالة من المناعة فيها خلل، والجسم يهاجم كل المفاصل. نعم. فبعبارة تانية في أمراض جسمية تؤثر على جميع المفاصل. نعم، كبعض أمراض المناعة الذاتية. نعم. أيوة، أمراض المناعة الذاتية تماما. الشيء الشائع حقيقة بالنسبة للركبة هي الإصابات، كما ذكرت أنه الإصابات الرياضية أو حتى الإصابات الاعتيادية الكسور. فللأسف الإصابات تشكل جزء كبير من مشاكل الركبة. نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات الهامة لكي نفهم ما هي الأمراض التي تصيب الركبة. هل هي أمراض عضوية أم كما ذكرت ربما أمراض تنجم عن التقدم في السن، عن استعمال الركبة، عن الضغط عليها. الآن سننتقل إلى دكتور أحمد القحطاني لكي نسأله عن هذا الابتكار الجديد، حيث طبعا تم مؤخرا الكشف في الإمارات في مؤتمر لجراحة العظام عن دواء إماراتي عالمي لعلاج خشونة الركبة. ومبتكر الدواء الإماراتي هو دكتور أحمد القحطاني الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات.
الصحة المستدامة سونيتا نادر. إذن دكتور أحمد أرحب بك، ألف تحية من باريس إلى القاهرة. أهلا وسهلا دكتورة، كيفك؟ أنا سعيدة جدا أن أتحدث معك اليوم. معنا دكتور سميح الترابيشي أيضا من الإمارات لكي نتحدث معه عن التعامل مع أمراض الركبة، وسعدت جدا عندما قرأت الخبر وعرفت أنه طبعا أنا قد تعرفت عليك منذ سنوات في الإمارات، لذلك اتصلنا بك لكي نعرف أكثر عن هذا الابتكار، عن طبعا هذا الدواء الإماراتي الذي سيصبح عالميا بعد الحصول على طبعا التسجيل والاعتماد من الهيئة الأوروبية. حدثنا إذن عن هذا الابتكار الجديد وهذا الدواء الجديد، تفضل. نعم، شكرا على الفرصة وسعيد بسماع صوتك. شكرا. خشونة الركبة والعصا ترايتس هو أكثر مرض شائع يا بعض الأعضاء، ممكن الدكتور الفرابيسي يتكلم على الموضوع. نعم، وحقيقة العلاج الموجود له يعني ليميتد، يعني عندك فيها تعملين الهالورونيك انجكشن اللي هو إبرة الزيت، ولا تعطينهم كورتيزون أنتان في الميتري، ولا نهاية الموضوع تعملينهم سيسا النير بيشن. هذا المجال أنا فكرت إن قد يكون في هناك مجال للابتكاء والتعامل شيء جديد تساعد المريض. عملت خلطة مجموعة من هالورونيك أسيد والجروث فاكتور. نعم. الجروث فاكتور هذا من العوامل السمية الطبيعية اللي في جسمنا موجودة تساعدنا على تصليح وتجديد الخلايا. نعم، إذا هو عبارة عن حمض الهيالورونيك مع الجروس فاكتور. أيوة. نعم. وهو كذلك عملنا تركيبة الهيالورونيك يكون في شين، يكون على عقدات طويلة. نعم. ولما العقدات الطويلة هاي تحسن تنكسر بعد فترة، الفراغمة الصغيرة هذه تمسك في خلايا الكوندروسايت الموجودة في الكابليج عن طريق السيدي 44. نعم. فتثبت انفلاميشن، يزيد مستوى الالتهاب، نفس الوقت تخلي الخلايا تفرز انزيمات تساعد على تكسير الغضروف. نعم. وعشان كده عملوا استدي في امريكا عملوا استدي في امريكا 70,000 حالة. نعم. يستخدمون الزيت العادي، فكشفوا انه الافريج سنة وست شهور لغاية عملية تسمير الفيسبوك. نعم، إذا نحن بحاجة إلى حقنة كل سنة أو كل نعم. كل عام؟ لا، الحقنة العادية دلوقتي أنت حظك، يعني في بعض نسبة الستيج بتاع التهاب الركبة ولا خشونة الركبة، ولكن إحنا اللي عملناه غيرنا تركيبة الهيالورونيك أسيد، عملناها بشكل طويل ما تنكسر جلدي، وركبنا معها الجروث فاكتور يمنع التحام الهيالورونيك أسيد الشيرشين مع سيدي 44 عشان يمنع تكسير الغضروف. لذا الابره سميت دراستنا اكثر من 3 سنين، ودراسه صارت دلوقتي في فرنسا، في جامعه في فرنسا في شمال فرنسا، عن طريق الانتسكوبي يشوفوا اذا في الغضروف قام يعيد نموه. والبدايه في البدايه بداياتهم كانت اكثر من شهرين، انا قال لي انه بدينا نشوف بدايات الغضروف يتكرر، يعني الغضروف يصلح. نعم، إذا يعيد يعمل على بناء الغضروف من جديد. خليك معنا. نعم. دكتور أحمد القحطاني، سنسأل دكتور سميح الترابيشي عن رأيه بهذا الدواء والابتكار الإماراتي الجديد. دكتور سميح، هل سمعت، طبعا أنت في الإمارات فطبعا سمعت بهذا الابتكار الجديد، هل سيفيد فعلا المرضى المصابين بخشونة الركبة؟ هو دائما بدنا نفكر ما هي درجة الإصابة اللي عم حاول لك يا. أنا دائما ما بحب سمي الخشونة مرض، هي حقيقة نحن نسميها بالإنجليزي degenerative changes،
degenerative changes يعني هي عملية استهلاك تأتي مع العمر. نعم. فاليوم إذا بيقولوا لك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 60 مليون زلمة معهم degenerative changes في الركب. نعم. بعبارة تانية مع العمر بيحصل جزء من استهلاك الغضاريف. نعم. المشكلة في الغضاريف أنه هي غضاريف لا تتجدد، يعني صعب التجدد. نعم. فيها مو هي تتجعيد في الوجه يعني؟ نستطيع أن نقول يعني إذا نعم. حتى ما معنى هي degenerative changes. نعم. فالعلاج حقيقة دائما يعتمد على درجة المرض، يعني إذا كان عندك يعني أحيانا في ناس علاجهم فقط علاج طبيعي وأدوية مضادة للالتهاب. الإبر مثل ما تفضل الدكتور هي أحد الأسلحة ولكن ليست يعني ليست كل العلاجات. نعم. مثلا في الخشونة الشديدة كما ذكرت وظيفة المفصل تتخرب تماما، يعني بعبارة تانية حين تطلعي على المريض بتلاقي عنده تقوس شديد، بتلاقي الركبة ما عادت ثابتة بالمرة. فهذه حالات متقدمة كثيرا الإبر هذه فيها ما تغني لأنه حصل تغير حتى في العضل نفسه، حصل تقوس شديد، حصل مشكلة ميكانيكية. الثبات الميكانيكي بالنفس لمفصل الركبة كما ذكرت في البداية هام جدا. ليش؟ لأن وزن الإنسان وفي ضغط كبير على هذا المفصل. بعبارة تانية الضغط اللي موجود على مفصل كالكوع أو الكتف أقل بكثير من الركبة. نعم. فالإبر كما تفضل الدكتور هي جزء من العلاج وهذه ممكن تعطي نتيجة في الحالات المعتدلة، بس في الحالات يلي صار فيها عدم ثبات ميكانيكي صار الموضوع مو بس إنك بدك تجدد الغضاريف، لا صار في فعلا في 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 دمار للأربطة وللغضاريف، فما عادت الركبة ثابتة. يعني هذه العلاجات هي مثل ما قلت أحد الخيارات وهذه تتقرر من حسب حالة المرض وتتقرر حسب عمر المريض وحسب الظروف المحيطة إلى آخره. العلاج ما هو بالنسبة لخشونة الركبة ما هو علاج واحد، في عنا يعني سبكترم أو طيف. نعم. من العلاجات بما فيها العلاجات اللي تفضل فيها الدكتور اللي هي الهيالورونيك أسيد يلي هي بتساعد أحيانا على تخفيف الآلام وترجع له المريض الوظيفة خاصة إذا ما كان فيه مشكلة ميكانيكية. ولكن دكتور أحمد يتكلم بأنه هذا النوع الجديد من الممكن أن يعيد بناء الغضروف، هل هذا ممكن؟ والله إلى الآن حاليا حتى إذا تطلعي على الإنترنت بتلاقي أنه حتى شغلات الستيم سيل وهالشغلات هذه هي شغلات لساعتها ضمن الريسيرش ممكن أنه تعطي نتائج لأشخاص. نعم. بس الحالات المتقدمة ما هي الستاندرد أوف كير. نعم. يعني أنا النقطة اللي بحب أقولها دائما أنه أنت اليوم عندك في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا بيساووا حوالي 500 ألف مفصل صناعي. نعم. وهذا دائما مدعوم من قبل الحكومة الأمريكية وتدفع عن الناس. النقطة اللي عم قلك إياها إنه لو كان مثلا الأدوية هي بتعالج كل الحالات كانت الحكومة الأمريكية وقفت هالبرنامج مطلقا. بالعكس هذا برنامج مفاصل صناعية كمان عم يزيد لأنه في حالات متقدمة بتصير المشكلة ميكانيكية ما بيطلع بيها تتغلبي عليها. بعبارة تانية ما بيطلع بيده المريض يحط وزنه المفصل المشارك. فالإبر ما يعني ما عم نذكر انه بتساعد في الحالات المعتدلة وفي الحالات الأولية، بس في الحالات المتقدمة مثل ما ذكرت لك حصل تغير في العظم، يعني الإنسان بيطلع على المريض بيقوم بيعرف القصة. بس مثل ما ذكر الدكتور الهيالورونيك أسيد معروف وبيتعالج فيه المرضى. طبعا هو إضافته أنه إضافة الكروث هرمون فاكتور له هي فكرة بس ما حتحل لك المشاكل الميكانيكية، فهي خيار
نعم. ولكن ليست كل شيء. نعم. شكرا جزيلا على هذا التعقيب. شكرا دكتور أحمد القحطاني على هذه المداخلة وعلى شرحك لنا ماهية الابتكار الإماراتي الجديد بالنسبة لدواء خشونة الركبة. ألف تحية لك من باريس إلى القاهرة، على أمل اللقاء بك مجددا. أذكر بأنك أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات. نعود دكتور طرابيشي إلى طبعا أمراض الركبة، تحدثنا مفصلا عن خشونة الركبة، سنتحدث الآن عن الرباط المتصالب الأمامي والخلفي. يا ريت تشرح لنا ما هي هذه المشكلة التي تصيب الركبة، تفضل. يعني كما ذكرنا موضوع الثبات في الركبة أمر مهم. ضروري جدا مهم. يعني أحيانا أنا بتطلع على الأبطال الرياضيين والطريقة اللي بيقفزوا فيها، إذا أنت وبينطوا على ركبته وشلون بيفتلوا عليها لما بيعملوا سلو، يعني بيعملوا تصوير بطيء. نعم. يعني الجهد أحيانا ممكن يصل لعشر مرات جسم الإنسان. بعبارة تانية أحيانا نحن بنكلف هذه الأربطة فوق طاقتها، فلما بتكلفي هذه الأربطة فوق طاقتها بيحصل فيلير، نحن تماما مثل كأنه الحبل ونقطع. فإذا كان هالحبل أو هالأربطة هي انقطعت فحيكون في مشكلة. المشكلة أنه العظمين مع بعضهم ما حيثبتوا، والمريض حيحس بعدم ثبات. يعني لما بيمشي بيحس أنه الركبة فيها فضاوي. يعني في كتير من المرضى بيقولوا لي حاسين أنه الركبة عم تخزن، يعني بكون بدي أطلع مثلا أو بدي نط عليها بحس انه حطيح على الارض. فهذه الحقيقة هذه المشكلة مشكلة ميكانيكية. هذه الاربطة هي اللي بتثبت الركبة حتى تتحمل هالجهد الهائل يلي نحن بنبذله في الرياضة وفي حتى حياتنا اليومية الاعتيادية. فاحيانا لما بتحصل الاصابة بتحصل بسبب انه حصل لود أو جهد عالي جدا بشكل غير متجانس، فبيتمزق هذا الرباط. فلما بيتمزق بيحس المريض بفضاوة. أهم رباطين في الركبة مثل ما تفضلتي، رباط الأمامي والخلفي. الأمامي نسبة إصابته أعلى بكتير من الخلفي، يعني حوالي 90%. وغالبا هذه الإصابة إصابة رياضية لا تحصل، بتحصل يعني بسبب أنه المريض عم يقفز على الركبة وعم يلوي عليها فبيحصل التمزق. المشكلة أنه لما بيحصل التمزق هالرباط هذا يعني بيفقد الإنسان، فبصير بيحس بعدم ثبات. أحد أسباب الإصابات في الرباط الصليبي الأساسية هي عدم الاستمرارية بالعلاج بالتدريب الرياضي. بعبارة تانية أنا ما بلعب رياضة، بيجي اليوم في اللي تعال ننزل على كرة القدم، بنزل بماتش وبنزل بمسح حالي فبأذي حالي. الرياضيين اللي بيعملوا رياضتهم بالتدريج وبيمرنوا عضلاتهم هدول احتمال الإصابة أقل جدا من الناس اللي بيعملوا رياضة مفاجئة. فمعظم الإصابات غالبا بتكون على إنسان ما هو رياضي حاب يعمل بظرف يومين جهد رياضي هاي. نعم. ماذا عن الغضاريف الهلالية؟ أيضا نسمع أن هناك مشاكل تصيبها. يا ريت تشرح لنا ما الذي يعنيه ذلك، تفضل. الغضاريف وظيفتها في جسم الإنسان ككوشن، أو يعني إذا أنت طلعتي على الغضروف أو حسيتي بإيدك بتلاقيه هو له قوام كالمطاط، العظم قاسي. فجسم الإنسان دائما بيكون مغطى في الغضاريف، والغضاريف الهلالية بتكون بين العظمين، عظم الفخذ وعظم التيبيا، يعني عظم الساق. نعم. فهي كأنه بدك أنت تتصوريها هي كأنه عبارة عن شك أبزورر كبادين كمطاط. نعم. فهذه الغضاريف أحيانا بسبب كمان الإصابات الرياضية، وبشكل رئيسي أحيانا بسبب إصابة الرباط الصليبي بيصير في لعب في الركبة في مفصل الركبة،
فبيتأذى وبيصير تمزقات في الغضروف الهلالي. نعم. إذن علاج تمزق الغضروف الهلالي ما هو يا ترى؟ حاليا حقيقة صار في نظرة جديدة لهذه الغضاريس. يعني في دراسات بتفرجي أنت لما بتشيلي الغضروف الهلالي هذا بتسرع الخشونة عند الإنسان بشكل هائل. بعبارة تانية، لما أنا بشيل الغضروف ممكن أن الخشونة تتطور في جسم الإنسان وبسرعة. لذلك صار الحفاظ على هذه الغضروف الهلالي من أولوياتنا، فصار في معظم الحالات خاصة عند الشباب بنحاول أن نخيط هذا الغضروف. نعم. وهذا التخييط بيكون عن طريق المنظار، يعني ما نفتح الركبة فمنخيطه مع بعضه، يعني منخيط الجزء المتمزع. وهذا بهالفكرة هي بتكمن بقى موضوع أنك تراجع الطبيب بسرعة. يعني إذا أنا اليوم حصل معي تمزق ورجعت بسرعة ممكن أنه هالغضروف ينقطب. إذا أنا تجاهلته هذا التمزق حيزيد وحيصير معقد أكثر إلى درجة أنه ممكن ما يطلع بإيدي كجراح أنه خيطه، فبيصير وقتها بدنا نلجأ للاستئصال الجزئي، فبيكون الإنسان خسر جزء من غضاريفه. نعم. يا ترى ما الذي يعنيه أيضا تلين غضروف الرطفة الصابونة؟ ما الذي يعنيه التلين؟ حكينا عن الخشونة. التلين ما... نعم تفضل. والله التلين يمكن من أشياء الشكاوي اللي أنا دائما بشوفها في العيادة. في العيادة. أنا بقول للمرضى يعني بقول لهم حوالي كل يوم بشوف لي يمكن 6 ل10 مرضى بيشكوا من وجع في مقدمة الركبة. نعم. وهذا حقيقة سببه عضلي أكثر من أنه سببه عضوي. نعم. بعبارة تانية العضلات المحيطة بالغضروف هي التي تماماً. نعم. لما ما بيكون فيها توازن، يعني الناس بيظنوا أنه حركة مفصل الركبة حركة بسيطة مثل حركة مفصل الباب. لا، حركة الركبة معقدة أكثر من هيك، فيها انزلاق للعظم وفيها دوران، فالحركة معقدة بشكل. وهذه الحركة أثناءها لازم تكون صابونة الركبة الأمامية ماشية تماما في السكة تبعها. يعني أنت إذا طلعتي على خلف الصابونة، خلف الصابونة بتلاقيها مثل السبعة وبتلاقيها نازلة بسكة بنفق. نعم. فعادة إذا كان هذه الصابونة منازلة في السكة تماما بسبب خلل في العضلات، اللي بيتحكم بالصابونة هو العضلات. فإذا أنا كان عندي العضلات مش متوازنة بصير ضغط على أجزاء الغضروف في الصابونة الثانية، فبصير الحالة اللي أنت عم تتصدري فيها اللي هي ليونة. وهذه بتصير مع صغار السن، بتصير مع البنات بشكل خاص. يعني أحيانا تجي البنات بتكون عمرها 14 سنة، وللأسف علاج أبسط ما تتصوري اللي هو عبارة عن تقوية العضلات، عبارة تانية علاج الطبيعي. فهدول معظمهم بيتعالجوا بالعلاج الطبيعي وما بيحتاجوا لجراحة. نعم. من النادر جدا أنه نعمل أي عملية لتلين الغضاريف للصابونة، صابونة الركبة، يعني يكاد يمكن يا الله ولا 1%. نعم دكتور سميح، أعتقد بأننا ألقينا الضوء على كل المشاكل التي تصيب الركبة سواء كانت ميكانيكية، وظيفية، عضلية، عضوية. يا ترى في النهاية ما الذي نستطيع أن نقوله لمستمعينا لكي يتجنبوا كل هذه المشاكل في الركبة الناجمة عن تقدم في السن أو عن ممارسة الرياضة بشكل مكثف أو ربما عن ناجمة عن حركات خاطئة أن نقوم بها في حياتنا اليومية؟ تفضل. الأمر الأول، أنا بالنسبة للرياضيين دائما يعني بنصحهم بالتدرج وعدم زيادة الجهد على الركبة بشكل مفاجئ لأنه هذا مؤذي. والأمر الثاني بالنسبة للإنسان الرياضي، أنا دائما بقول للمريض أنه اسمع على ركبتك. يعني في أمور أنت بتلاقيها صعبة عليك
لا تتسرع فيها، فعلا احترم ركضتك عبارة يعني. إذا كان بعدين في ألم دللها دللها شوي تمام نعم. يعني مثل ما قلت لك، مثل ما قلت لك في البداية، ارحامها الركبة المسكينة نعم. اللي أحيانا الضغط تبعها بيجي حوالي 10 أضعاف وزنها، فدللها لأنه فعلا هي جهاز ميكانيكي رائع، يعني جهاز مبني سبحان الله بروعة، مثل ما قلت لك الناس ما بتصوروا قديش الجهد اللي بتحمله. نعم. فدللها، وإذا كان في مشكلة لا تتجاهلها. نعم. يعني لا تقول لحالك ايه وبتروح وما عليه شيء وما بعرف شو، لأنه أحيانا العلاج في البداية بيكون سهل. يعني مثل ما ذكرنا نحن مثال خياطة الغضروف، الخياطة ممكنة في بداية الإصابة، بعدين غير ممكنة. نعم. لأن الغضروف بيتهشم. فنصيحتي للرياضيين التدرج، وإذا شافوا شغلة فوق طاقتهم، يعني في ناس بيحمل 100 كيلو، في ناس بيحمل 10 كيلو مثل من شو تشلون. نعم. ما بقدر يعني، فالإنسان بده يحترم طاقته وبده يحترم شو قدرته، ما بده يتجاوز هالشيء، وبده بالنسبة للرياضة بالتدريج. بالنسبة بقى لكبار السن، أهم ما نحذر منه هو موضوع الوزن. زيادة الوزن، هناك دراسات تظهر بوضوح أن الخشونة التي تحصل مع العمر لها علاقة مع زيادة الوزن، والسبب ليس فقط ميكانيكيا. يعني أنت اليوم لما بيكون وزني أنا 150 كيلو مثلا، الضغط حيزيد كتير على الركبة المسكينة. نعم. فغير الوزن، صار في دراسات عم تفرجي أنه الدهون يلي في البطن تفرز زي السموم ضد الغضاريف، فالمريض يلي عنده وزن زايد بتصير الخشونة مو بس فقط في الركب، لا بتصير معه في الكتف، مع أنه ما عم يمشي على كتفه، بس بتزيد هذه الخشونة بسبب أنه في مواد بتصنعها الدهون هي ضارة للغضاريف. نعم. فبعبارة تانية، تركيزنا على موضوع الوزن هام جدا. وحقيقة الوزن اليوم هو من زيادة الوزن هو أحد المشاكل الكبيرة في العالم. نعم. يعني بيقدروا بالولايات المتحدة 50% من الناس أوفرويت، وتسبب مشاكل صحية عديدة ميكانيكية وعضلية. من الجملة تارك لي. نعم. تماما. نعم، أشكرك كثيرا دكتور سميح طرابيش على القيام معنا بالسهر على صحة الناس، على طبعا تقديم التوعية والوقاية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر مستمعينا بأننا سنستقبل كل اتصالاتهم على هذا الرقم 00-33-969-3233-1. سأستقبل أيضا كل الأسئلة الخطية على رقم الواتساب التالي 00336729472، وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. شكرا لكم على المتابعة وعلى التفاعل معنا. شكر كبير لدكتور سميح طرابيش الاستشاري في جراحة العظام ورئيس مركز الطرابيش لجراحة العظام في دبي. طبعا ستبقى برفقتنا الدكتور سميح للإجابة عن أسئلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. كل التحيات لك مني، من تيفاني ومن يوسف، عودة إليكم جميعا بعد هذه المحطة الغنائية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور سميح الطرابيشي الاستشاري في جراحة العظام ورئيس مركز الطرابيشي لجراحة العظام في دبي. أرحب بك مجددا دكتور سميح، وأعتقد أنه نحن بحاجة لساعتين لكي نرد على كل الأسئلة التي وردت، ولكن سنحاول. في البداية قبل أخذ الأسئلة، تحية كبيرة إلى ماما محمد التي ابتكرت هاشتاج جديد، كن إيجابي مع الصحة المستدامة. شكرا ماما محمد على هذا الهاشتاج بالنسبة للصحة المستدامة، تحياتي لك من باريس إلى موريتانيا. نأخذ أول اتصال يأتينا من السعودية من أنس. ألو أنس. مرحبا سميتها. أهلا، مساء الخير أنس، أهلا وسهلا فيك. دكتور سميح عم بيسمعك، تفضل فيك تطرح سؤالك.
مساء الخير دكتور سميح. دكتور سميح، مساء الخير دكتور سميح، هل تسمعنا دكتور سميح؟ نعم نعم أسمعك. تفضل. نعم 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 نسمعك. مساء النور يا أخي. مساء النور دكتور. بدي أسألك عن العرولة. هذه العرولة يعني لها تأثير على الركب، من واحد ربع ساعة كذا نص ساعة هرول. الهرولة ربع ساعة في اليوم، نعم، هل لها تأثير على الركب؟ نعم. لا ما لها تأثير، يعني بالعكس الرياضة ضرورية. يلي بيأذي الركبة هي مثلا زي لعب الكرة، قضية اللي حنسميها تويستينج، أن الواحد يلوي على ركبته، يفتل ركبته. يعني نعم. أيوة. نعم. يعني هلا الجري بشكل خط مستقيم ما له أي تأثير. لما من زي المناورة يلي بيناوروها أبطال كرة القدم، هذه فيها جهد عنيف على الركبة، يعني بيحاولوا يغيروا اتجاههم عشان يهربوا بالطابة من جهة لجهة. هذا هذا اللي أحيانا بيأسي على الركبة. بس حجي الركض على خط طويل ما في مشكلة، بالعكس تابع رياضتك وقوي عضلاتك لا تخاف. نعم. و دكتور تسمع سؤال، يعني راشد المشي ساعتين يوميا، ساعة كذا الصباح مع الفجر، ساعة مع المساء كذا، كويس ساعة والله يا حجي ما يا أخي ما في مشكلة. يعني أنت إذا كل ما تمشي هذا مفيد لصحتك أكثر. الوقوف الطويل للركبة قد يكون مشكلة، يعني أنه أنا واقف أربع ساعات مثلا، ثلاث أربع ساعات، هذا ما ينصح فيه. السبب لأنه الضغط بيتركز على أجزاء معينة من الركبة فقط، فبيحصل استهلاك أعلى. بس المشي والجري الخفيف بالعكس نحن ننصح فيه. حتى أنا أحياناً المريض اللي عنده خشونة بيقول لي دكتور ما أمشي، بقول له لا أمشي، لأنه الشيء الوحيد اللي أنت بدك تحصله من عدم المشي هو ضعف العضلات. بعبارة تانية المشي لازم الإنسان يستمر فيه حتى ولو كان عنده خشونة، وإلا تضعف عضلاته والأمور بتزيل الطين بلي. فالتمارين الخفيفة والمشي المعتدل هذه كلها بالعكس أمور مرحب فيها لأنه صحية. نعم، شكرا لك، شكرا أنس على اتصالك بنا، تحياتي لك. ننتقل الآن إلى سعيد سوري مقيم في تركيا، أيضا أراد التحدث معك دكتور سميح. ألو سعيد. ألو مساء الخير. يعطيكم العافية. شكرا سعيد، شكرا على المتابعة وتحياتي لكم جميعا. تفضل. تحياتي لك وللدكتور سميح. تفضل دكتور سميح. عم تسمعنا؟ نعم نعم. شكرا دكتور. أنا أمارس رياضة الركض من فترة 7 أو 8 سنوات. عندما كنت أركض أصبحت لدي إصابة في ركبتي. نعم نعم. المشافي بالتصوير والصبغ المحوري والرنين المغناطيسي هاي ما قدروا يستكشفوا ايش المرض اللي فيها. نعم. ولكن اعراضها احيانا لما العب رياضة كرة قدم لا استطيع تحريك رجلي، او عندما اكون مثلا متسطحا في الفراش او اريد ان انام قدمي لا استطيع ان احركها ابدا. نعم. يا أخي عادة إذا كان ما في إصابة، يعني سأقول لك الرنين المغناطيسي والفحص بدل على أنه الركبة ثابتة والغضاريف سليمة والأربطة سليمة، فهذه غالبا أنا بسميها دائما قضية تأهيل أكثر من أنه قضية عضوية. يعني أحيانا حتى الرياضيين بيجون عندي على العيادة بيظنوا أنه في إصابة، والموضوع كما ذكرنا بالمقدمة بيكون نوع من عدم التوازن بين العضلات. فأحيانا كثير من اللي أنت بتحسه كآلام وبتتصور وبتنوهم منه أحيانا بيكون هو بسبب عدم توازن بعمل العضلات حول الركبة. فهذا عادة لذلك التأهيل الرياضي هام جدا. يعني أنا أحيانا بيجي لعندي مثلا مريض بيعمل رياضة معينة بيكون عم يتأذى بحركة معينة، فهذا من حوله للعلاج الطبيعي بعد ما نتأكد أنه ما في أذية، وبعمليات تأهيل وتقوية للعضلات المعينة بتلاقي هذه الآلام بتروح.
فإذا كان ما في شيء عضوي أنا أسمي بنائي في الركبة بنائي شو قصدي أقول بنائي يعني غضروف متمزع رباط متمزع فهذه الحالات على الأغلب تتعالج بالتأهيل بالعلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي وهالعلاج هذا بياخد وقته شهرين بس معظمهم هلا في كتير رياضيين بيحصل لهم إصابات بس ما بيصير أذية عضوية في بناء الركبة هذول معظمهم بيتعالجوا بالتأهيل فغالبا أنت يعني إذا الرنين المغناطيسي سليم غالبا أنت قضيتك قضية تأهيل يعني بدك الفيزيوثيرابيست تكون على دراية يعني بعد ما تشوف طبيب على دراية هنسميه بالسبورت ميديسن شكرا دكتور سمير الفرق الطبية نعم كل الفرق الطبية الكبيرة بأوروبا بتلاقي لهم طبيب يعني أو لهم فيزيوثيرابيست سبورت فيزيوثيرابيست نعم يتابعهم طبعا طبعا أثناء وبعد وبعد المباراة شكرا لك دكتور سميح عذرا منك شكرا سعيد سنسرع الوقع لأن عندك أسئلة كثيرة والوقت المتبقي فقط 10 دقائق وأكثر بقليل الآن السؤال يأتينا من الكويت السلام عليكم عندي مشكلة في الركبة فيها ألم شديد عند طيها أو عند فتحها ولا أستطيع أن أخذ أي أدوية التهاب بسبب الألم في معدتي وشكرا إذن والله هذا بدأت السؤال ناقص العمر حتى نعرف شو عم نسوي عبارة تانية إذا كان مريض من الأعمار المتقدمة فبده أشعة هو واقف مشان يقرر درجة الخشونة هذه من عوارض الخشونة نعم نعم والعلاجات هي الحقن العلاجات هي كما ذكرنا في بداية الحلقة بتعتمد على درجة الخشونة إذا كانت درجة بسيطة فهي الحبوب والعلاج الطبيعي والحقن إذا كان درجة متقدمة قد تحتاج جراحة فبدأ تقويم وبدأ أشعة ومشان نقدر وضع الغضاريف نعم شكرا نواصل معك وسؤال وصلنا على صفحة الفيسبوك من مازن خميس بيقول في حالة خشونة الركبة ما هي وسائل تخفيف الأعراض تخفيف الألم هل يجب تجنب صعود الدرج في هذه الحالة وشكرا العلاج الطبيعي كما ذكرت بيساعد جدا لأنه بيوزع توزيع الضغط على الركبة بشكل متجانس ما بتصير تتركز بشيء معين وغالبا الحبوب حسب الحاجة فالعلاج الطبيعي والحبوب الإبر كما ذكرنا إذا كان في آلام في الليل أو آلام شديدة ممكن أنه خيار الإبر يدخل نعم شكرا من سوريا الآن ما هو التهاب المفصل التنكسي إصابة الركبة به هل يعني إصابة الركبة الثانية ما هو العلاج ما هي أفضل التمارين الرياضية للمصابين به وشكرا لكم شكرا لكم أنتم إذن بشكل سريع أيضا ما تواخذني دكتور بشكل سميح. سريع التنكسي هو الخشونة نعم. يعني هو الذي يحصل مع تآكل الغضاريف فهو نفس الكلام يعني نفس الحالة اللي عم نحكي فيها فالتنكسي هو الخشونة نعم إذا تحدثنا يعني منذ قليل عن العلاجات تحدثنا عن فيعني ما في عين عن تمام أكثر من مرة شكرا نواصل معك وعبدو حداد من النمسا بيسألك عندي مشكلة في الركبة يجب أخذ إبرة جيلاتين كل سنتين عندي هواية الدراجة الهوائية هل يوجد مشكلة في ممارسة هذه الرياضة مع العلم أنه أركب دراجتي كل يوم للذهاب إلى العمل يعطيك العافية عبدو برافو إذا برافو عن جد شكله نشيط نعم ويحافظ على البيئة ويحافظ على البيئة مش مثلنا تفضل والله يحافظ على صحته كمان أكيد يعني أكيد إذا كان يعني لازم يشوف طبيب عشان يتأكد أنه يعني إذا الموضوع خشونة خفيفة ممكن أن يمارس دراجة ما في مشكلة بس عادة هدول المرضى بنصحهم أن يرفعوا المقعد شوية فبيخف تاني الركبة فبتخف الأعراض كتير بالإضافة للعلاج الطبيعي اللي نسميه كوادز إيزومتريك إكسرسايزز مشان توازن العضلة عبارة تانية أحيانا استخدام فقط البسكليتي ممكن أن يحصل شوية خلل بتوازن العضلات فلازم كمان يشوف طبيب مشان ينصحوا شو نوع التمارين اللي هي غالبا مثل ما ذكرت لي نسميه كوادز إيزومتريك إكسرسايزز وبنصحه يرفع المقعد ما يخليه واطي
مشان التني ما يكون شديد كتير. نعم شكرا جزيلا. الآن اتصال يأتينا من الإمارات من فاطمة. ألو السلام عليكم. مساء الخير فاطمة، طلبت التحدث مع الدكتور. أهلا وسهلا فيك. أنا آسفة الوقت ضيق سيدة فاطمة، سأطلب منك أن تطرحي المشكلة، وطبعا دكتور سميح سيجيبك، تفضلي. إن شاء الله. أنا حبيبتي عندي وجع بكل جسمي، سلامتك. يعني أي مكان بجسمي الله يسلمك بارك الله فيك يوجعني، يعني من أروح أنام أنوجع، من أقعد من النوم أنوجع، كتافي توجعني. قالوا أساس تحليل فيتامين دي، ما عندي نقص فيتامين دي، أي شيء سويته ما عندي أي نقص، بس عندي ألم كلش قوي بجسمي، كلش قوي، العضلات، الأوتار، الأعصاب، يعني وكم طبيب رحت وما حد عرف يعني شو عندي. نعم يعني ما دكتور يعني آخر شيء رسلنا لكم. نعم نعم شكرا. ربما دكتور سميح سيجد ما هي المشكلة، تفضل دكتور سميح. عادة الآلام المعممة في الجسم أهم شيء أنه نتأكد أنه ما في شيء أمراض روماتيزم كما ذكرت في بداية، وهذا الفقوس والدموية، فلازم تراجع الطبيب عشان نتأكد بشكل رئيسي. يعني أنا لما بيقول لي المريض كل جسمي عم يجعني، معناته يا أما في مثل ما حكينا بداية قضية مشكلة بالمناعة، إذا كان ما في فبيكون العلاج الرياضة. اللي عم حاول لك يا كثير من الأحيان الألام العضلية بعد ما الإنسان ينفي أنه في روماتيزم، كثير من الألام العضلية المعممة سببها نمط حياتنا، أنا بقعد عن مكتب ساعات وما بتحرك فبيصير في آلام معممة، أو بالنسبة لسيدة البيت تشتغل أشغال رتيبة منهكة أنا بسميها، ما هي يعني أنه مثلا السيدة بتوقف على المجلة مثلا ساعات أو بعدين بتمسح، هذه كلها أوضاع ما هي مريحة للجسم بيعقبها آلام عضلية. فخلاصة الموضوع لازم نتأكد أنه ما في شغلات أمراض روماتيزمية، إذا ما في أمراض روماتيزمية أو أمراض عامة مثل قصور التلق أو شيء، فالعلاج الرياضة حقيقة. يعني الإنسان أنا كتير أنه لهيك مرضى بعد ما انتأكد أنه ما في مشكلة صحية أنه ركز على الرياضة وتلاقي حياته تغيرت بعد ما ركز على الرياضة. طبعا طبعا الرياضة قد تكون حلا للكثير من الأمراض. شكرا لسيدة فاطمة على ثقتها بنا وبك، وشكرا لك دكتور سميح على هذه الإجابة، نواصل معك. والآن سؤال يأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد، من علاء عمره 42 سنة، يقول عندي ألام في الركبة فقط عند صعود أو نزول الدرج، ما هو السبب وشكرا لكم. هذه مثل ما تذكرنا بداية، مثل ما قلت لك أنا بشوف تقريبا باليوم 6-10 مرضى، هذا بيقع من جنيتون. المريض اللي عنده نسميه كاندروماليشيا باتيلا أو أنتير نيفين، هذا سبب عضلي. وتبكلي يعني الشيء المميز فيها أنه فعلا هي عند الأدراج، يعني بيطلع الأدراج، يعني المريض بيمشي ما بيحسي، فهذا علاج الرياضة التمرين، بيروح العلاج الطبيعي. نعم شكرا لك. من لبنان هذه المرة، هل يقوم الدكتور بدور فحوصات للعظم إذا كان هناك زرع للأسنان؟ هل يتحمل العظم هذه المهمة إذا كان الإنسان في عمر 63؟ وشكرا على هذه التوعية. أي والله هذه بدأ طبيب أسنان، بس هو نعم. هو طبيب يعني بالنسبة لهشاش العظام اللي هو موضوع دائما بينطرح، أنا أحب دائما أنه للمرضى أنه هشاش العظام ما هي مشكلة غالبا في الذكور، هي مشكلة مع السيدات، وغالبا بتبلش بعد سن اليأس. فبعبارة تانية الواحد كمان بالنسبة للرجال ما غالبا ما في مشكلة، قليلة تلاقي رجال عندهم هشاشة عظام. نعم شكرا، نواصل معك. وأيضا سؤال يأتينا من العراق، يسألك المستمع كم من الوقت ينصح الدكتور بالمشي يوميا؟ حقيقة ما في حدود، بس مثل ما ذكرت لك كمان يعني شو اسمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت إذا تعرف حالك أنه إذا أنا زدت كتير تراجع شوي. احيانا التحمل بني ادم التحمل بيتغير مع درجه الجهد،
يعني أنا ممكن يكون تحمل يزيد لساعات بس ما بزيده مباشرة لخمس ساعات، دائما بتدرج في الموضوع. فدائما الموضوع يذكر موضوع التأهيل، بس هو هل هناك حدود؟ الجواب لا. نعم شكرا. واصل معك. وكتب لنا أبو حمزة بيقول ممكن للدكتور سميح الترابيشي أن يخبرنا عن أحدث الابتكارات في مجال تبديل المفاصل وعن براءات الاختراع الحاصل عليها في هذا المجال، ولكم جزيل الشكر. شكرا لك، تفضل. جراحة المفاصل الصناعية دائما فيها تطورات، تطورات حقيقة. في عنا شغلتين أساسيات صاروا بالنسبة لنا كمرضى شرق أوسطيين. في شيء هلأ صار اسمه custom made implant. custom made implant يعني أنه ينعمل المفصل على المقاس، على المقاس تفصيل تماما. والأمر الثاني هو موضوع الركبة الآسيوية اللي هي كان من الشغلات اللي اشتغلنا فيها. أنت لما عم تسوي مفصل صناعي كأنك عم تلبسي العظم المهتري بتوب جديد بظروف جديد. فهذا التوب لازم يجي مقاسك 100%. فأنا بشبه لها المريض مثل لما تعملي نخر في السن، إذا كان عالي شوي أو نازل شوي ما حترتاح، حترجع عندك توراكس. نفس الإشكال بالنسبة للمفاصل الصناعية. الشيء تطور حقيقة أنه قدرنا نشتغل على نموذج مفصل بيوائم أكثر المرضى الشرق أوسطيين والآسيويين. وكان هذا يعني هذا بيشغل حيز من براءة الاختراع يلي حكينا فيها. يعني اشتغلت بشيء اسمه الفيزيولوجيكال لي، يلي هي الشيء مناسب لجسم الإنسان، وصار في تطور في موضوع التانية الكاملة ما كان موجود. يعني موضوع الثاني كامل والجنوس على الأرض اللي هو هام بالآسيويين ما كان في البداية موجود. يعني إذا عملت سيرتش بتلاقي أنه يعني نحن أسهبت الحمد لله في الموضوع ودخلت فيه. آخر براءة الاختراع كان بيتعلق بالجراحة إعادة زرع المفاصل، لأن جراحة معقدة كتير. فهو أسلوب من النوع نسميه virtual surgery، يعني بعبارة تانية القرارات المقاسات وكل شيء بيتخذها المريض بيتخذها جراح قبل العملية بناء على التصوير الطبقي. فاليوم الجراحة تطورها بشكل عام انه كل شيء تعطيه الانسان خاصية. يعني انا دائما بقول لهم انه في ركبتي مثل ما انا لون عيوني مختلف وشكلي مختلف، ركبتي مختلفة عن اي انسان طبعاً آخر. طبعا لها بصمتها. نعم. فاذا انت ما عطيتيها هالبصمة ما حترتاحي. يعني إذا كانت جراحة مناسبة. نعم شكرا لك. نواصل معك دكتور سميح. ومن هولندا الآن هذا السؤال، هل استعمال الحذاء الرياضي داخل البيت يخفف الضغط على الركبة؟ شكرا لكم. بشكل سريع عن جد 30 ثانية تفضل. لا ما بخفف، يعني ما في داعي للحذاء الرياضي. البيت عادي، عيش عادي، بس دائما الرياضة بدها حذاء رياضي لأنه في جهد عالي. بس الباقي يعني يشتغل أحذية مريحة أو شحاطة، يعني ما في مانع حقيقة. لا يبالغ الإنسان في الموضوع. شكرا. تيسير من الكويت بيقول هناك ألم متقطع في الركبة اليسرى مصحوب بشد عضلي من وقت لآخر، فما سبب ذلك مع العلم أني لست رياضي؟ هي المشكلة. نعم. وضعت أصبعك، أنت أجبت على سؤالك. صح. أي نعم، فهو مجاوب على سؤاله. نعم صح. شوف الطبيب، لأنه هي الحقيقة الآلام اللي تجي مثل البرق هذه من الأعصاب، هذه غالبا نعم. من الضعف العضلي والله. يعني فهو حياة شخص حاله بحاله. نعم شكرا. كمان من السودان هذا السؤال بيقول هل أمراض الركبة تصيب كبار السن؟ هل أمراض الركبة بسبب عدم ممارسة الرياضة؟ وطبعا الدكتور أجاب عن هذه الأسئلة. لديك أسئلة كثيرة على صفحة الفيسبوك، ووقت البرنامج انتهى. دكتور سميح الترابيشي مرة كأنه دقيقة معك فعلا، بفضل الأسئلة بفضل معلوماتك الغنية. والله دائما
اللقاء معكم ممتع حقيقة. نحن يعني أيضا إن شاء الله السامعين عندكم عم يسألوا كلها أسئلة حقيقة حلوة. لديك أسئلة كثيرة بعد، وهناك أيضا مداخلة من هيثم بيقول قريبا ستأتي مولودة وأسميها سونيتا. شكرا يا هيثم. إذن لن أكون سونيتا الوحيدة في هذا العالم. دكتور سميح طرابيشي، شكرا لك على هذه المقابلة الممتعة، على هذه الحلقة الغنية بالمعلومات، على كل الإيضاحات والأجوبة على أسئلة مستمعينا. أذكر بأنك استشاري في جراحة العظام ورئيس مركز الطرابيشي لجراحة العظام في دبي. هذه الحلقة ستعاد عليكم هذه الليلة إذا أردتم الاستماع إليها مجددا. ألف تحية لك من باريس إلى دبي. شكرا يوسف، شكرا تيفاني، شكرا لكم مستمعينا. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. بون ويك أند للجميع. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل. إلى اللقاء. باي باي.